السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة الأخيرة ظهر في الصين فيروس اسمه الكورونا، وبعد كده الناس بتعمل سيرش بدأ يظهر معاها إن في برامج اسمها كورونا، في برنامج متخصص في الألعاب وده أوبن سورس، وفي برنامج مختص بالريندر وده برنامج بفلوس. فبدأ الناس تسأل يعني هل البرامج دي سمت على اسم الفيروس؟ في حد سألني كده قال لي يعني الأسامي ضاقت بيهم مش لاقيين غير اسم الفيروس سموا بيها البرامج بتاعتهم. لا، هو الفكرة في حاجة، الكورونا دي حاجة موجودة من زمان، ترجمتها بالعربي الانفراغ الهائي، أو ممكن تقولها كورونا يعني خلاص العربية بقت مشهورة، وهي تأيين الهواء المحيط بخطوط نقل القدرة الكهربائية ذات وتر عالي، أو انفراغات كهربائية جزئية تتركز على جزء المسافة الفاصلة بين النواقل، ولو الدنيا ضلمة وبالليل بتظهر بلون بنفسجي مايل للزرقاء ومعاه صوت كده، تمام، وتشكل غاز الاوزون اللي هو O3. فدي اسم موجود من زمان. فهم لما بيبصوا على الفيروس فكرهم او شافوا ان هو شكله زي شكل الكورونا، زي مثلا ما بصيت كده لقيت الشكل دايري فسماه دايري، او هم لما بصوا على النجوم فقال لك ايه ده، مجموعه النجوم دي بتمثل القوس، مجموعه النجوم دي بتمثل الجدي، وهكذا بداوا يشوفوا الحاجات اقرب حاجه ليها اساس يسهلوا للناس انها تحفظها، تمام. طبعا مش هيفيدك ان انت تعرف شكل الفيروس لان انت مش هتلمش على الحيطه يعني، تمام، فما تشغلش بالك بحاجه زي كده، بس هي دي سبب التسميه يعني. هم مش اسم عالي، لا هي كورونا، كورونا ديشارج او تفريغ هالي، دي ظاهره موجوده في الحاجات الكهربائيه في النقل الهوائيه نتيجه تأيين الهواء. فهم لما بصوا لقوا نفس الشكل فراحوا مسمينه على الاسم دوت.